انطلقت في أريبيي لفعاليات المعرض الدولي للسيارات وقطع الغيار والإكسسوارات الذي افتتحه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني بمشاركة 75 شركة من 13 دولة بأحدث ما أنتجته كبريات الشركات العالمية هذا العام. في برودكت منتوج جديد بكل أنواع السيارات اللي عندنا، من ضمنها هي السيارات الصديقة للبيئة. قدرنا اليوم جبنا سيارات الكهربائية الإيفي، سيارات الهايبرت الصديقة للبيئة اللي هي تكون أقل انبعاثات CO2. معارض مثل هاي ده نتواصل ونتفاعل ويا الزبائن ويا الناس ونعرض السيارات مالتنا. تنافس كبير بين تلك الشركات المسيطرة على الإنتاج العالمي من اليابان وكوريا وأمريكا وبريطانيا وألمانيا، وعرض قطع غيار تلك السيارات إضافة إلى عرض الدراجات النارية والهوائية والسيارات الكلاسيكية القديمة المنتجة في خمسينيات القرن الماضي. والله المعرض يعني كلش حلو، بيع أنواع السيارات. أنا كل يعني سنة يعني كل ما ينفتح هذا المعرض أجي، يعني هم متعة، هم أكو سيارات حلوة، تشوف سيارات ما شايفها بالمعارض. المعارض اللي تقام في مدينة أربيل، معارض السيارات، هي معارض تجمع بين التطور العالمي وبين الحداثة وبين المحبين والراغبين في عالم السيارات. وشهد المعرض عروضا لسباقات الدريفت والتفحير بمشاركة عدد من المتسابقين المحترفين لإظهار مهاراتهم وقوة ومتانة تلك السيارات. شاركنا بهواي سيارات نسوي بها تفحيط ونشوف الطاقات الشبابية اللي أيضا موجودة عندنا هنا بالعراق. يأتي المعرض بدورته الثامنة بعد انقطاع لعدة سنوات بسبب جائحة كورونا، ليكون بوابة لتصدير أحدث ما أنتجته كبريات الشركات العالمية إلى بقية المحافظات العراقية، ما يدفع بنمو الحركة الاقتصادية والتجارية في عموم الإقليم. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل.